شيلة مهداة إلى الشيخ خالد بن علي آل أبو حسنة الشهري. كلمات وأداء الشاعر رافع معدي المعرب الشهري. يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا سلامي على شيخ وابن شيخ ومن بيت شيخ باسم المعرب قدم تحية قدر للشيخ خالد ولا أبو حسنة شيخان القبيلة حول 90 عاما. يوم الغنى ما تبور هجس كلما جرت تبوراقه وينضم قصيده يجبر الناس تصفق له من الهيبه وسمو القصيد ما حضرت المقام الا مجود بالبيوت الفريده وارضي المعرب والمحتفى بشيخنا والمقام يا لا 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 شيخنا والمقام حفلنا الليلة في قصر النجوم ما هو طبيعي وعادي قصمة الفرحة تقراها في محي العرب والوجوه حفلنا الليلة تتويج وتكريم لشيخ القبيلة شيخنا والثقام من كف سلمان الملك والأمير يوم خالد علي مرسى الجمايل والقرى والكرامة وجه المعرب البدي ونار ولعت في علم الكريم الوفي وجه السعد رمز الوفا والتواضع يكرم الضيف من ماله ولو تمسي عياله طوي يا لا 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 يا لطوي والذكى والدهى والنظرة اللي ثاقبه والبعيدة أعطت الشيخ خالد منزلة عند الكبير والصغير والكلام الذي تقدر تقوله ساعات تشوف خالد إنك تشوف دهى جده في عيونه مع أخلاق أبوه منصب الشيخ خالد ما هو بتصويت عالم وقرعه ورث جده وابوه على عين تحسده بالفعود ما يسقى المديح الا لوجه فالمواقف بادي ولا ابو حسنه بيوت المدايح من قديم الزمان يكفي المعرب تفخر خالد شيخنا والمنصب يكفي الشيخ خالد يومي يتنصب على الفادمي يا لا 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 يكفي الشيخ خالد يومي يتنصب على الفادمي العرب تعرف ان المعرب دولة وفي وسط دولة ولا شيخان القبيلة حول 90 عام والله لو ما قصرنا حفلنا رفقا بساكن تهمة كان من دبكة الأقدام بنسوي بها زلزلة يا لا 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 كان من دبكة
وجبتها لقدام بنسوي بها زلزلة، كان من دبكتها لقدام بنسوي بها زلزلة، كان من دبكتها لقدام بنسوي بها زلزلة، كان من دبكتها لقدام بنسوي بها زلزلة. شيلة مهداة إلى الشيخ خالد بن علي آل أبو حسنها شهري، كلمات وأداء الشاعر رافع معدي المعرب الشهري. يا لا 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 لا